الله يعطيكم العافية. بدءا من هذا الفيديو بنكون انتقلنا للشابتر الثاني من مساق البرفيزيف كومبيوتينج اللي هو Basics of برفيزيف كومبيوتينج، أساسيات أو أسس البرفيزيف كومبيوتينج. قبل ما أشرح إيش هي الأساسيات أصلا وإيش أنواعها وإيش تفاصيلها، بدي أعرف إيش معنى كلمة أساسيات. إيش معنى كلمة أساسيات؟ كلمة أساسيات لما بحكي هنا عادة كلمة أساسيات أو أسس لما بتنحكى عن الأسس النظرية أو الأسس العلمية. الآن هنا في هذا الشابتر أنا ما بخصص الأسس النظرية فقط، الأساسيات اللي أنا راح أحكي عنها في هذا الشابتر بتركز بشكل أساسي على الأسس التقنية للبرفيزيف كومبيوتينج. طبعا هذا أصلا لا يمنع أنه إلها جانبها النظري أو جانبها العلمي أكيد، لأنه أي نظرية أو فرضية أو آلية تقنية في النهاية إلها الجانب النظري تبعها، لكن التركيز هنا على الأسس التقنية التطبيقية تاعت البرفيزيف كومبيوتينج، تحديدا اللي البرفيزيف كومبيوتينج ما بيعرفش يشتغل بدونها. بالتالي هنا لما أحكي عن البيزكس وبرفيزيف كومبيوتينج معناها أنا بحكي عن الأسس التقنية اللي إلها الجانب النظري تبعها، الأسس أو التكنولوجيز والتكنيكس الأساسية التقنية اللي إلها الجانب النظري اللي انبنى عليها البرفيزيف كومبيوتينج سواء البرفيزيف كومبيوتينج من الناحية العلمية أو من الناحية التقنية إن هو كونه سيستم. البيزكس أو البرفيزيف كومبيوتينج عبارة عن 4 بيزكس، طبعا هناخدهم بالتفصيل ونشرح فيهم بالتفصيل، لكن خليني في هذا الفيديو أقدم نظرة شاملة وعامة على البيزكس كلها عشان لما نوصلها نفصل فيها واحد واحد تكون أمورها معروفة وواضحة بشكل أفضل. خلينا مع بعض نشوف المثال التالي. افترض ان انا عندي سمارت هوم او سمارت هاوس بالطريقة التالية. اول شيء في 4 غرف زي ما احنا شايفين، طبعا الخمس غرف كلهم تحت التحكم مع الكراج، يعتبر الغرفة الخامسة، فهدول كلهم تحت التحكم. زي ما احنا شايفين ان هو بتحكم في المية، في عندنا تصوير فيديو بتحكم في الاقفال تاعت الابواب، بياخد صور في حالة الحاجة، بيقيس الحرارة لو في انذار، لو في حرارة عالية والله بيعمل انذار، وبتحكم في التكييفات، بتحكم في الامان، الكراج، الاضاءة والاصوات والطاقة الكهربائية الى اخره. فبالتالي زي ما احنا شايفين هذه الخدمات اللي بقدمها السمارت هوم، السمارت هوم بتحكم في 5 غرف غير الكراج اللي يعتبر السادسة. التحكم بشكل اساسي من خلال الموبايل، يعني من خلال تطبيق الموبايل بتحكم في النظام المنزل الذكي كله. اول شيء باخذ من النظام داتا، يعني قديش درجة حرارة المنزل، هل في حدا في المنزل ولا لا، والله بدي اشوف الكاميرا تاعت الكراج، اشوف الفيديو تبعها عرض لي اياه، بدي اشوف الكاميرا مثلا تاعت غرفة الضيافة عرض لي اياها، اقفل الاضاءة من خلال الجوال، بشغل الاضاءة من خلال الجوال، بفتح الباب كذلك الى اخره. فالتحكم بشكل كامل من خلال الموبايل، هذا في السمارت هوم اللي امامنا الان. طيب خلينا نفهم او نستوعب البيزكس من خلال المثال اللي امامنا. النقطة الاولى واهم نقطة في اي برفيزيف سيستم، وخصوصا انه النقطة هذه هي النقطة اللي بنبنى عليها تشكيل او تكوين نظام البرفيزيف سيستم، كيف الاند يوزر بتفاعل وبتعامل مع البرفيزيف سيستم. بمعنى كيف الاند يوزر او اليوزر بيعطي الاوامر للبرفيزيف سيستم والبرفيزيف سيستم برد عليه، بس بشكل اساسي كيف اليوزر بيعطي الاوامر للبرفيزيف سيستم، يعني انا كيف بقول له على الاضاءه، كيف بقول له اطفي الاضاءه، شغل التكييف الى اخره. طبعا ممكن يكون السيستم، عشان نكون عارفين، ممكن يكون السيستم فيه له اكتر من طريقه للتعامل. يعني مثلا لما يكون السيستم عندنا في الحراره هنا بتعامل مع الحراره بشكل الي، يعني بشغل التكييف وبطفي التكييف بشكل الي، فهذا تعامل الي ما اختلفناش، يعني في جزئي، يعني في اكتر من طريقه للتعامل، لكن انا هنا بخصص عن شغله واحده، التعامل المباشر مع اليوزر. اما التعامل الالي هذه مساله ثانيه، مساله الامور الاليه والتلقائيه والاوتوميشن والشغلات هذه، هذا موضوع ثاني. لكن انا هنا بحكي عن نقطه واحده، اليوزر لما بده يتفاعل مع النظام بيتفاعل معه كيف، ايش الطريقه. في المثال الامامي الطريقه هي الموبايل،
إذن طريقة تعامل، طبعا أنا قاعد ببسطها الآن، طريقة تعامل الـ end user مع الـ pervasive system على شرط أن هي تكون سهلة وسهلة الوصول وسهلة الاستخدام ومتاحة في إيد الـ end user، والـ end user أصلا بيقدر يتعامل معها. هذه هي البيزك الأول، هو هذا البيزك الأول واللي اسمه human أو HCI، human computer interaction، human computer interaction، تفاعل الإنسان مع الحاسوب أو تفاعل الإنسان والحاسوب. يبقى الأساس الأول أو البيزك الأول من أساسيات البرفيزيف كمبيوتر اللي هي الـ HCI، human computer interaction. طبعا الـ HCI هذا علم منفصل تماما، لكن احنا بناخد منه فقط الجزء البسيط المتعلق بالبرفيزيف كمبيوتنج. ليش هو مهم وليش هو يعتبر الأساس؟ لأنه ما فيش شيء سيستم في الدنيا إلا اللي هيومن بتعمل معه أو الانت يوزر بتعمل معه، بغض النظر أنه السيستم فيه له جانب أوتوماتيكي، لكن في النهاية الجانب الرئيسي تبعه أنه اليوزر بتعمل معه. مش بس هيك، لازم وشرط من شروط طريقة التعامل أنها تكون سهلة واليوزر بيقدر يتعامل معها وبيقدر يتفاعل معها، بغض النظر سواء إذا كان مثلا كبير في السن أو صغير في السن إلى آخره، يعني تكون مناسبة لليوزر. يعني على سبيل المثال لو اليوزر مثلا بيقدرش يحرك إيده مثلا، أو مثلا إيده مكسورة إلى آخرها أو إيده مكسورة، بالتالي مش هيقدر يستخدم الجوال، بالتالي لازم يكون في طريقة تانية للتعامل من خلال الصوت مثلا. اليوزر صوته واطي، بالتالي نظام إدارة المنزل من خلال الصوت أو الأوامر الصوتية مش هينجح وهيكون سيء، فبالتالي الجوال هو البديل أو تطبيق الموبايل هو البديل. يبقى باختصار مسألة الـ HCI بتبحث موضوع أنه آلية التعامل والتفاعل بين اليوزر والبرفيزيف سيستم تكون سهلة ميسرة مناسبة لشخص اليوزر، مناسبة لشخص اليوزر. يبقى الأساس الأول اللي هو HCI، اللي هو طريقة تفاعل او تعامل الاند يوزر مع البرفيزيف سيستم. طيب، وهذا بالنسبه للاساس الاول. نيجي للاساس الثاني، انا بتفاعل مع النظام وبتحكم في النظام، يعني بتحكم في هذا المكان او بقدر اشوف هذا المكان، وهذا هي 1 2 3 4 5 6. هل بقدر اشوف المكان هذا او بقدر اتحكم في المكان هذا؟ لا. طب هذا المكان؟ لا. طب المنطقة الجوية هنا هل بقدر اتحكم فيها من خلال البرفيزيف سيستم؟ لا. يبقى في عندي نقطة واضحة هنا ومهمة، انه اي مكان خارج المنزل ما بقدرش البرفيزيف سيستم تبعي ما بيوصلهوش، ولا بقدر يتعامل معه ولا بقدر اتحكم فيه. اي مكان خارج البرفيزيف سيستم النظام ما بقدرش يتعامل معاه اصلا، او اي مكان عفوا خارج المنزل او خارج الهوم السيستم ما بقدرش يتعامل معه ولا بقدر يتفاعل معه خالص. ليش؟ لانه ببساطه مش من نطاق البرفيزيف سيستم. يعني البرفيزيف سيستم اللي عندي هو سمارت هوم، سمارت هوم يعني بيشتغل في نطاق البيت او بيشتغل في نطاق المنزل. طيب هذا مثال. لو بدي اشوف مثال تاني، لو انا في عندي بس سيستم صغير جدا عشان الكراج، انه والله يتحكم لي في الكراج، يتحكم في باب الكراج ويتحكم في مراقبه الكراج بس، معناها انه نطاق السيستم هذا بيكون ايش؟ بس الكراج مثلا يعني. فبالتالي الاساس الثاني او البيزك الثاني من البيزكس بتاعت البرفيزيف كومبيوتنج هو الكونتكست اويرنس. الكونتكست اويرنس منقسم الى قسمين، القسم الاول اللي هي الكونتكست. الكونتكست معناها انه انا بدي اعرف النظام تبعي وين بيشتغل بالضبط، او لوين بيقدر يوصل، ايش الكونتكست تبعه. الكونتكست معناها السياق، ومعناها طبعا هنا معناها المكان اللي بيشتغل فيه او المكان اللي بيقدر النظام يعمل له اكسس او بيقدر يوصل له. انا عندي هنا ان البرفيزيف سيستم تبعنا السمارت هوم بيقدر يوصل لست اماكن، الكونتكست تبعه هو حدود المنزل فقط، فاي مكان برا المنزل السيستم ما بيقدر يوصل ولا بيقدر يعمل عليه اكسس ولا بيقدر يشوف ايش فيه ولا بيقدر يلتقط منه لا صوره ولا فيديو ولا حراره ولا يتحكم في الاضاءه ولا يقدر يتعامل معه اطلاقا. فبالتالي الكونتكست تبعنا هو المنزل فقط، الكونتكست تاع السيستم الامامنا هو المنزل فقط. ليش؟ لانه فعليا النظام ما بيشتغلش الا داخل المنزل فقط. هذا بالنسبه لكونتكست اويرنس، هذا بالنسبه للكلمه الاولى اللي هي كونتكست اويرنس، معناها انه النظام قادر على التقاط كل اي حاجه بتصير داخل المنزل، معناها السيستم قادر يقراها. يعني كاميرات المراقبه شغاله 24 ساعه، الحركه يعني لو في حركه داخل المنزل السيستم بيكون عارف انه في حركه في اي مكان في البيت، اي مكان بيكون قادر يكتشف الحركه.
الحرارة دائما 24 ساعة بتابع الحرارة وبتحكم في التكييفات بناء عليها، دائما في متابعة للصوت او السيستم بتحكم فيه من خلال الصوت، تطبيق الموبايل دائما يكون متاح عشان اقدر ابعث الاوامر للمنزل. بالتالي كنت اويرنس معناها انه النظام قادر يلتقط اي حدث او اي تفصيلة داخل المنزل، سواء حدث يتعلق بالكاميرات او من الصوت او من خلال الحساسات والمجسات. يبقى الاساس الثاني هو كونتكست اويرنس، وهذا الاساس مهم جدا جدا، لانه ببساطه من خلاله اصلا بحدد ايش المكان اللي بيشتغل فيه السيستم. لانه انا لو في عندي اشكاليه او المكان اللي بيشتغل فيه السيستم مش واضح بالنسبه لي، معناها ان انا مش هقدر اقدم تصور واضح، تصور تقني عن تعقيد السيستم في الاخر. يعني انا تخيل انا في عندي سمارت هوم، بس انا بعرفش هل والله السمارت هوم بيراقب الشارع ولا بيراقبش. طب ما زالك بتعرفش انت كيف بدك تبني السيستم او كيف بدك تنتج وكيف بدك تصنعه. طب بلاش، انت الحين صنعته وانت مش عارف، يعني انت مش عارف اذا بيقدر يراقب الشارع او لا. طيب لما تيجي بدك تركبه الان، كيف بدك تركبه؟ بناء على ايش؟ اذا فيش عندك اصلا تصور. لو انت بدي افترض انه انت قدرت تمشي حالك وتركبه تمام، النظام نفسه كيف بده يقدر يتفاعل مع شغله انت مش عارفها؟ يعني هو عارف انه شغال داخل المنزل، لكن برا المنزل والله انا مش عارف اذا شغال برا المنزل او لا. يعني هل بيراقب الشارع امام المنزل ولا لا؟ ما لازم تكون عارف. بالتالي الاساس الثاني من اساسيات البرفيزف كومبيوتنج ان انا اكون عارف المكان اللي بيشتغل فيه النظام، ويكون النظام قادر على التقاط كل الاحداث اللي بتصير داخل هذا الكونتكست. يبقى زي ما قلنا الاساس الاول وهذا اهم شيء، انه اليوزر بيقدر يتفاعل مع السيستم بطريقة معينة. الطريقة اللي أمامنا هنا في المثال هذا اللي هو الموبايل. الأساس الثاني اللي هو الكونتكست أويرنس، المكان اللي بيشتغل فيه السيستم، المكان اللي بيشتغل فيه السيستم، بحيث لما أنا أوجه له أقول له والله اقرأ لي الحرارة، ويجي التطبيق يقول لي والله هاي الحرارة مثلا، هاي درجة الحرارة على سبيل المثال، يعني مع أنه هذه عالية جدا بس أنا بقول لك على سبيل المثال، يقول لي والله هذه درجة الحرارة، بكون عارف أنه قصد السيستم درجة الحرارة داخل المنزل، مش درجة الحرارة اللي في الشارع أو مش درجة الحرارة اللي برا. ليش؟ لأنه بعرف أن السيستم بيشتغلش إلا في البيت، ما بيشتغلش برا البيت. تمام، هو هذا الأساس الثاني. طيب صرنا عارفين ال HCI وعارفين ال Context Awareness، ممتاز. طيب نيجي للأساس الثالث. الآن زي ما قلت إنه أنا اليوزر بيقدر يتفاعل من خلال الموبايل. تعال نشوف هذا مثال. مثلاً أجيت أنا من خلال الموبايل، أو هذا من خلال الموبايل، قلت له افتح الباب. هاي بقول لي front door أو الباب الأمامي مغلق locked. أنا قلت له افتح الباب من هنا. قلت له افتح الباب وضغط على الموبايل بحيث ان هو يفتح الباب. السؤال هنا، النظام كيف بفهم انه هذا الامر معناه افتح الباب؟ يعني خليني اقولها بطريقة تانية، خليني احكيها بطريقة تانية. البرفيزيف سيستم بتصله مجموعة كبيرة من الاوامر والداتا، يعني منها اوامر من تطبيق الموبايل اصلا. يعني انا كيوزر في عندي تطبيق الموبايل، بتفاعل مع تطبيق الموبايل، فبعت له اوامر زي بقول له افتح الباب، او بقول له السيستم شوف ليش المشكله، او هات لي درجه الحراره، او في هنا عندي مثلا بقول له مثلا اضاءه الكيتشن او المطبخ شغلها او اطفيها مثلا، في عندي تحكم هاي هنا. طيب الان في عنده اوامر بستقبلها من مكان اخر، يعني مثلا في اوامر بتيجي له من طريق السنسورز، السنسور الحراره مثلا لما يكون الحراره اللي جايه منه عاليه، معناها انه هذا بمثابه امر انه علي التكييف، انه برد التكييف اكثر. سنسور الحركه مثلا لما تجي اشاره انه في حركه داخل المنزل، ويكون السيستم عارف انه فيش حدا من اهل البيت موجود فيه، كلهم طالعين، معناها انه هذا حرام مثلا، فهذا امر بمعناه شغل انذار او ابعت انذار لصاحب البيت انه والله في انذار سرقه داخل المنزل. يعني في اكثر من مكان لاستقبال الاوامر داخل النظام. الان السؤال اللي انا بدي اساله هنا، لو انا جيت على سبيل المثال التطبيق هذا كان فيه مشكلة أو كان فيه بق معين، كان فيه بق معين، وجيت هنا عند الباب قلت له اقفل الباب اعمل لوك، هو فهمها أو بسبب البق هذا وصلت للسيستم انه افتح الباب، فصار بدل اقفل الباب ايش ماله افتح الباب، ايش صارت المشكلة هنا؟ انه صار فيه خطأ، صار فيه خطأ كبير. ليش؟ لانه ببساطة المعلومة اللي وصلته خطأ، ما قدرش يستوعبها، ما قدرش يصنفها، ما قدرش يصنف ايش المشكلة. خليني اضرب مثال تاني. لو انا على سبيل المثال
قلت له لو مثلا، لو مثلا مثلا النظام هذا بتحكم فيه من خلال الصوت مش من خلال الموبايل، من خلال الأوامر الصوتية، وقلت له افتح الباب، معناها الأمر هذا لإيش بده يصنفه؟ الأمر هذا يصنف للباب، يعني يصنف إنه هذا الأمر بيتحكم في الباب. طب إيش الأمر نفسه اللي هو فتح الباب؟ تمام، يبقى عندنا التصنيف اللي هو الباب، الأمر نفسه اللي هو فتح الباب. طيب راح هو عن طريق الخطأ، عن طريق الخطأ بسبب والله إنه صوتي مش واضح، أو صوتي مثلا في أنا عيان مثلا مش قادر أوصل الصوت، راح بدل افتح الباب السيستم سمعها افتح النار اللي هي التدفئة، يعني افتح النار. فايش هيصير؟ بدل ما يكون التصنيف هو الباب، هيصير التصنيف هو التدفئة، وافتح التدفئة معناها انه علي التدفئة، فاختلف التصنيف. ليش اختلف التصنيف؟ لانه بسبب معين، بسبب معين انه مثلا صوتي مش واضح، النظام جاته المعلومة فيها مثلا تشويش فصنفها غلط، فالامر النهائي كان غلط، فالامر النهائي كان خطأ. هنا طبعا انا بحكي عن طريق الاوامر الصوتيه، لو انا عندي هنا في تطبيق الموبايل على سبيل المثال صار في خطا معين في الداتا، صار في خطا معين في الداتا، او خطا معين داخل التطبيق، او خطا معين في البروسيس تبعت التطبيق مثلا، يعني على سبيل المثال التطبيق تبعي مثلا والله كان في كاش، لسبب معين او لخطا معين الكاش ما انحذفش، او الكاش ما تمش تحديثه. فاحنا عارفين انه في الاندرويد او في الموبايل عموما الكاش لو ما تحدثش، او لو قعد فتره طويله ما تحدثش، ممكن انه يسترجع لي بيانات قديمه يسبب مشكله مثلا يعني. وبدل ما يروح انه يقفل الباب راح فتح الباب مثلا. طبعا الخطا هنا بيكون على مستويين، يعني المشكلة هنا بتكون على مستويين، المستوى الأول على مستوى التصنيف، المستوى الثاني على مستوى الأمر. كيف يعني؟ يعني أنا لما قلت له افتح الباب راح هو سمعها افتح النار، فبالتالي التصنيف اتغير. إيش يعني افتح الباب؟ معناها إن أنت تصنيفك بدك تروح على وين؟ على الباب، لكن السيستم فهم التصنيف اللي هو النار، التصنيف هو المكان اللي بيروح عليه الأمر. الأمر فهمه صح اللي هو افتح، فبالتالي لو كان التصنيف هو الباب هيروح يفتح قفل الباب، لو كان التصنيف هو النار هيروح يشغل التدفئة. لكن في النهاية التصنيف نفسه اختلف، التصنيف نفسه اختلف، بدل ما يكون التصنيف تصنيف الأمر، أنا بقصد تصنيف يعني تصنيف الأمر الصوتي اللي أنا معتله إياه، سواء أمر صوتي أو أمر من التطبيق أو أمر من خلال حركة اليد إلى آخره يعني. بس انا لما قلت له افتح الباب وراح هو فهمها افتح النار، معناها انه غير التصنيف. انا التصنيف اللي بقصده هو الباب، تصنيف الامر انه الامر هذا يروح للباب، راح هو غير التصنيف للنار او للتدفئه. بالتالي الخطا على المستوى الاول بيكون خطا على مستوى التصنيف، انه الجهاز اللي بده ينطبق عليه الامر كله اختلف، يعني التصنيف الامر كله اختلف، لكن الامر نفسه زي ما هو. اما الخطا الثاني انه والله التصنيف بيكون صحيح لكن الامر نفسه بيختلف، زي هنا ان انا جيت قلت له اقفل الباب راح فتح الباب مثلا، هنا التصنيف هو هو صنف الامر انه هو هذا الباب، لكن بدل ما سكر الباب راح ايش عمل؟ فتحه. بالتالي صار عندي الخطا على او الشغله هذه عموما على مستويين، المستوى الاول اللي هو التصنيف، التصنيف يعني الامر هذا لاي جهاز بده يروح، لاي جهاز بده يروح. المستوى الثاني اللي هو الامر نفسه، الامر نفسه اللي هو فتح قفل تشغيل ايقاف ضوء عالي ضوء منخفض الى اخره. طيب هذا الكلام لو ايش بوصلني؟ بوصلني لشغلتين او لاساسيين تانيين. انا قاعد بحكي تصنيف وامر، معناها انا في عندي اساسيين او التو بيزكس الباقيين اللي هم فعليا التصنيف والامر. الاول بنسميه كلاسيفيكيشن والثاني بنسميه ديزيجن ميكينج. الاول بنسميه كلاسيفيكيشن والثاني بنسميه ديزيجن ميكينج. خلينا ناخذ نظره سريعه. الان انا عن طريق الموبايل بتفاعل، بقول له افتح الباب واقفل الباب، معناها طريقه التفاعل او طريقه التفاعل اللي هي تطبيق الموبايل. هنا الاساس الاول اللي هو ال HCI. طيب نيجي على الاساس الثاني. الان تطبيق الموبايل هذا بيمكنني ان انا اتحكم في اي مكان داخل المنزل، هل بقدر اتحكم في اي مكان خارج المنزل او بقدر حتى اعمل له اكسس؟ الجواب لا. ليش؟ لانه الكونتكست تبعه هو حدود المنزل فقط، او الكونتكست تبعه هو المنزل فقط، بالتالي التطبيق هذا اللي بيوصلني للمنزل فقط. يبقى انا بحكي هنا على الاساس الثاني هو الكونتكست اويرنس. كونتكست اويرنس انه انا بقدر اتحكم واعمل اكسس على اي شيء داخل المنزل تبعي فقط. طيب الان انا بعطي اوامر للنظام من خلال هذا التطبيق. الان الاوامر او الامر نفسه منقسم لقسمين، القسم الاول هو التصنيف والقسم الثاني هو الامر نفسه. ايش يعني؟ يعني انا قلت له والله افتح باب الكراج، معناها انه التصنيف اللي هو باب الكراج.
الامر نفسه اللي هو فتح الباب. انا قلت له والله شغل اضاءه المطبخ، معناها التصنيف هو الاضاءه، المكان اللي بدي اشغل فيه هو المطبخ، الامر نفسه اللي هو التشغيل، الامر نفسه اللي هو التشغيل. بالتالي الاوامر هذه بشقينها بحكي عن البيزكس، التو بيزكس الباقيين اللي هم البيزك الاول هو الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن معناها تصنيف، كلاسيفيكيشن معناها تصنيف. و بيزك الرابع اللي هو الديسيجن ميكينج اللي هو اتخاذ القرار، القرار النهائي. وطبعا اي خطا في الثلاثه بيزكس الاولانيين بينعكس الخطا هذا على البيزك الرابع اللي هو اتخاذ القرار النهائي، بيطلع القرار النهائي في الاخر غلط. بالتالي هيك بنكون بهذا المثال اتعرفنا بشكل حي وعملي على الفور بيزكس للبرفيزف كومبيوتنج. طبعا هذا الكلام انا بحكي عن البرفيزف كومبيوتنج عن مقدمه، او عفوا بحكي عن البيزكس او برفيزف كومبيوتنج بشكل عام، وبعدين هنفصلهم واحد واحد بشكل تفصيلي.